لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. أنا يعني بقالي فترة مش متابع البرامج بتاعته دي، بس بتابع الدوشة اللي بيعملها على السوشيال ميديا كل سنة، وزي ما أعرفش والله كمشاهد عادي ما بحبش أتفرج على حد مرعوب، يعني بشكل بعيدا بقى عن ان ده فنان او مش فنان، متفقين ولا مش متفقين وبتاع، بس ان انا اشوف بني ادم في حاله ذعر وخوف ده مش حلو، يعني ان انا اشوفه كده. يعني بفتكر برامج المقالب اللي كان بيعملها الله يرحمه ابراهيم ناصر والحاجات دي، كان دمه خفيف جدا وكنا بنضحك. بتمنى يعني ان يحصل حاجه زي دي. تعاوننا بقى مع فنان كبير قيمه وقامه، محمد صبحي، يعني حبينا اتكلمنا عنه باستفاضه شويه. هو استاذ صبحي مدرسه، يعني انا بصراحه ما كنتش يعني متخيل نفسي لو من غير الشغل مع استاذ صبحي ده كنت هبقى ايه، لانه هو فادني كتير قوي بخصوص المسرح والوقفه والالقاء والحاجات دي. ده شق. الشق التاني فادني في توسيع مداركي كمان لما بنيجي نكتب او بنشتغل في مسرحيه، هو ما بياخدش الموضوع بسطحيه ابدا، فده برضو احد الحاجات اللي اثقلتني في الكتابه، ان انا اخش واقرا عن المشكله اللي احنا هنتكلم فيها، سواء كنا في برنامج ما فيش مشكله خالص او في الروايات اللي هو بيعملها دلوقتي. يعني عملنا خيبتنا عملنا ودخل معاه مشروع جديد دلوقتي اسمه نجوم الظهر، مسرحية اسمها نجوم الظهر، وهيشارك فيها ناس كتير قوي، يعني حوالي 40 أو 50 نجمة من مسرح محمد صبحي غير كل المسارح أكيد. طب مسرح مصر ومسرح محمد صبحي، ايه وجهة نظرك برضو كمشاهد؟ انا بتفرج على الاثنين وبتبسط بالامان، مش هقول لك ان انا يعني ما هذا الاسفاف وهذا البتاع، لا انا بشوف مسرح صبحي وبتبسط وبشوف مسرح اشرف عبد الباقي وبتبسط، لان هو الطبيعي والصح ان يبقى في فرايتي، ما يبقاش احنا حد واحد بس هو المحتكر كل حاجه. يعني في اقاويل كتير بيقولوا ان مسرح مصر مش ما يعتبرش مسرح، ده سكتشات عاديه. لا ده انا اسيب الراي ده بقى للفنيين بتوع المسرح، لكن انا كمشاهد زي ما حضرتك سالت انا بشوف الاثنين وبضحك وببسط، ما عنديش اي مشكله في ان احنا نهاجم حد يعني خالص.